الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، هكذا قالوا. والقائل لا بد أن يكون فيه واحد بيقوله، يبقى فيه قائل هو مقول له. كلمة أفترى على الله كذبا أم به جنة، من الذي قالها؟ هل الذي قال الأول أو الذي سمع؟ يصح أن يكون كأنه قال ننبئكم أن إن واحد فيكلمكم إذا نزقتم أنكم لفي خلق جديد. والله ما أنا عارفين الرجل افترى على الله كذب ولا مجنون، وصح هو اللي يقوله، وصح من لما قال كده إن اللي سامح هو اللي يقول. يقول الله إزاي يقول الكلام ده؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ افترى على الله كذبا أم به جنة؟ يقول له الافتراء كذب متعمد، كذب متعمد. طب واللي به جنة؟ الكلام الهراء لا وزن له ولا يقال فيه صدق ولا كذب. طب ازاي هم بيرددوا المسألة؟ كانوا يقولوا افترى على الله كذبا، يسكتوا ما يقولوش به جنة، لأن به جنة ده بيجيبوا له عذر، بيجيبوا له ايه عذر ينفذوا منين؟ من ربنا اللي افترى عليه. قال لك لا، لأن الكاذب دائما يخاف لحد يفقسه، لأن يحاول يجعل لنفسه في كلامه مخرج من الكذب. يقول والله أنا من عارف هو افترى على الله كذب ولا به جنة، عشان لما يجي دليل على أنه مش مفتري كذب يقول لك أنا ما قلتش حاجة. من ما يبقى أكن حتى الكاذب يعمل إيه؟ بيحتاط على إنه محدش يعرف إنه كذاب. ليه؟ لأنه هو عايز يكذب حاجات كتير، وإذا عرف إنه كذاب في دي مش هيصدقوه في التاني، يبقى لازم يعمل حاجة احتياطية كده عشان ينسبك غير كده. مين ما قلت يمكن مجنون. يبقى افترى على الله كذبا يعني ايه؟ يعني تعمد الكذب على الله. بقى في واحد تنسب اليه من أمة بليغة فصيحة ان هو قال القرآن ده، يقول والله انا ما قلت، ده ربنا هو اللي قاله، بيجيب له صفات كمال هو ينفع عنه يقول لا ده بتاع ربنا. طب من عايش وياك طول عمري؟ انا ما كنت وياك طول عمري، لاني ماشي فيكم وعارفين ان كنت بليغ ولا اقول. ثم البلاغه حتجي بعد سن الاربعين. طب البلاغه دي تيجي في العقد الثالث او في اواخر العقد الثاني، وتبقى انما عقد 40، مين اللي دراني ان انا عايش 40 سنه عشان ابقى فجر الفصاحه دي؟ وبعدين ولذلك القرآن يقول هناك ايه؟ فلقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون؟ ما تشوفوا ما انا كنت وياكم، وانتم كل واحد منكم لسانه قد كده وبيتكلم، وانا ما اتكلمت في حاجه ولا قلت حاجه ولا جبت حاجه، وبعدين جيت سن الاربعين كده تتفجر دماغ، يبقى افترى على الله كذبا ما تنفعش. قاموا راحوا عاملين ايه؟ ساتين ولا ما ايه؟ ولا مجنون؟ افترى على الله كذبا أم به جنة. كلمة بل إذا جاءت تبقى تفتن ترفض الكلام اللي قبلها، لا افترى على الله كذب ولا به جنة. ليه؟ قال لك لأن المجنون لا يحمد على فعل ولا يذم على فعل أبدا، والمجنون ما تقولش ده كذب، ما تقولش ده مش عارف، ما تقولش عليه أخلاق. والله يقول في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نون سورة نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بمجنون، خلاص، وإن لك لآية وإنك لعلى خلق عظيم. حد يقدر يقول على المجنون له خلق عظيم؟ يا سلام على الوفاء، يا سلام على الأدب، يا أم. وهم شاهدين به وجايبين سيدة الخصال الحميدة في النفس البشرية وهي الأمانة، وبقوا يودعوا أشياءهم عنده مع أنه
طب ما بتودعوها عند بعض وانتوا لا عارفين بعض اللي انتوا ولادكم اللي يودع حاجة عند حاجة هياكلها، انما ده مش ممكن. ولذلك خلف رسول الله الامام علي في الهجرة علشان يعمل ايه؟ يرد الودائع للناس. فدمتوا تمنتوا على ذوات خصوصيتكم، بل يعني ابطال لكلامه، فان لا هو لا افترى ولا به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. في العذاب ليه؟ أم قال لك إن كان افترى على الله كذب، هم بيقولوا افترى على الله كذب وهو ما افترش كذب، يبقوا يستحقوا ايه؟ يستحقوا أن يعذبوا. طب لما يقولوا به جنة ما وصفوش في حالة، يعني ما وصفوه بوصف يعني مخل بس بتكوينه، إنما ما كذبش ولا أي حاجة، يبقى فيه ضلال بعيد. يبقى العذاب لمن إن قال إن لما قالوا إيه؟ أفترى. واللي فيه ضلال بعيد لمين؟ لبيه جنة. وكيف يقولون هذا ويغفلون عن آيات الله في كونه، وآيات الله في كونه غير مطموسة عليهم، لأنهم يعيشون في بادية، والبادية ليست ذات عمائر تحجب آيات الله. يمكن اللي قاعد في المدن ما يبقاش يشوف القمر كتير، انما اللي قاعد في الصحراء ده طب ما بيحصلش فيه خسوف وكسوف. وبعدين الناس اللي قاعدين في المدن يمكن ما يدروش بيه الا لما الجرايد تقول، انما انتوا قاعدين في حته واسعه، انيسكم بالنهار شمس تضيء لكم مسالك حياتهم، وانيسكم بالليل نجوم وقمر، مساله واضحه وسماء قدامكم ومش عارف والله. ولذلك الرجل لما جه يحتاج السماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات ايه؟ امواج. افلا يدل كل ذلك على وجود لطيف الخبير؟ البعره بتدل على البعير، كل ذلك ما يدل على الله. يبقى ربنا بيقول انتوا ازاي تقولوا افترى على الله كذب، تقولوا عليه رجل وينبئكم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، كانكم لم تنظروا ايات الله في الكون، مع ان ايات الله في الكون بالنسبه لكم انتم بخصوصكم ايات ظاهره، لانكم في امه متبديه ما لهاش عمائر ولا بدائع ولا الى اخره، عشان يستر عنه ايه الاشياء بتقول. افلم يروا الى ما بين ايديهم قدامهم وما خلفهم من السماء والارض. الله ايه اللي بين ايديهم؟ طب اين ايديهم؟ يعني قدام، وما خلفهم يعني وراهم، خلاص. وبعدين طب ومنهم؟ مش منهم. طب خليهم يمشي قدامه كده تحت السماء، ايجد للسماء انتهاء؟ طب خليه يمشي الخلف كده، ايجد لها انتهاء؟ طب خليه يمشي كده يمين، ايجد لها انتهاء؟ خليه يمشي شمال، ايجد لها انتهاء؟ مهما مشي برضه هيلاقي ايه؟ هيلاقي ايه؟ السماء. وهيلاقي ايه؟ ولذلك قلنا والارض ايه؟ ده احنا نقول ده لو برضه نزود احنا ربنا يعني بدنا بس كده من امامهم وخلفهم، قال لك لا ويمين وشمال. طب وفوق؟ قال لك ما فوق دي واضحه قوي. طب وتحت ما جابهاش؟ قال لك لانه على الارض. قال له طب والله لو خرقت الارض دي الى ان تصل الى الجهه الاخرى لوجدت سماء ايضا. يبقى السماء اللي عماله محيطه كده مش عارف وبلا عمد. بعد ما تسال ده انت حته خيمه، حته خيمه اربعه في خمسه ما بتقدرش تسلبها الا اذا عملت اوتاد وحملت شديها وحطيت عواميد كده عشان تشيل اللي مش عارف الايه، ولو عواميد بس وقع منها ايه؟ في التربة. بعد كله وانت تشوف السماء دي كلها قدامك ويمينك وشمالك وتحت، يكون ما قالوش تحت عشان ما عندهمش بريمه يفتحوا الايه؟ لا نقول امشي 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 امشي. الراجل اثبت كرويه الارض بايه؟ مش قاعد يمشي في اتجاه واحد وبعدين التفت قاعد يمشي 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 وبعدين التفت لقاها في المكان الذي بدا منه. اذا كانت مبسوطه بقى كان لازم يلاقي ايه؟ غايه ونهايه، ما لقاش غايه ونهايه، فاثبت ان الارض ايه؟ الارض كروية. يبقى هما الحتة الخيمة لازم يسلبوها بقد ايه؟ شوف كل خيمة لها كم وتد وكم حبل شادد وكم عمود شايل، من عمود الهوى عمله كده ولا حد عمل كده تروح ايه؟ تروح متطبقة.
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ يخسف بهم الأرض. ودي ما حصلش حصلت لقارون، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، نجلس الصعق ولا ما نزلش. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، آية لكل عبد يحاول إنه يرجع لربه. وربنا عمل الآيات كده علشان زي 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 المعوقة عن الكفر، يمكن الواحد يرجع تاني ويروق وبتاع ويرجع لربه. ساعة ما ينيب إلى الله أيرفضه؟ بل بالعكس يقبله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ويريد أن يسعد الخلق، بس جرب اللي يستحق السعادة بأنه أطاع منهج الله ولا ما أطاعش، فكان نفسه. ولذلك النبي مثلي ومثلكم، مثلي ومثلكم كويل أوقد نارا فأخذ الذباب والفراش يتهافت عليها. وصحيح لما تقضي النار تلتفت ليه ايه الفراش، ايه زي المصباح، حط المصباح في الشارع كده شوف الذباب يعمل عليه ايه، والفراش والناموس. وانا اخذ بحدودكم عن النار، يعني امسكني من ورا كده ويشدني، ولكنكم تفلتون مني. يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ان نشا نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، قطعة يعني. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، يعني اللي يروق كده أنا فتح له باب الإيه؟ فتح له باب الإيه؟ باب الأمل، علشان يرجع عليه. لأن ربنا إن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه، ربنا يفرح به. يبقى إذا فتح بالإنابة وبالتوبة باب الرجوع إلى الله، وخاصة إذا اكتملت للإنسان وسائل، هذه الوسائل تبعده اللي هي السن بقى والوقار والمش عارف الإيه، تبعده عن مظان الشهوات، يقوم يعني يعقل بقى، يمكن لما يعقل كده يجينا احنا تاني. ولذلك هناك في التوبة اللي هي ربنا قالها حتى إذا إيه بلغ أشده وإيه وبلغ 40 سنة، في أكثر من كده بقى، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، مش كده؟ قال إيه ربنا على أولئك الذين أحسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم. وعد الصدق، وعد الصدق من الله. يبقى إذن ربنا فتح باب التوبة ليه؟ وباب الإنابة ليه؟ لأنه يريد أن عباده يبقوا إيه؟ صنعته. وذلك لما قلنا ان الارض تمردت على الانسان والسماء تمردت على الانسان والجبال، وعايزين يعملوا ايه؟ افتكوا بيه. قال دعوني وما خلقت، لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. يقعد كده بما قال بقى منيب، هم كفروا وعملوا النبي وسعوا في آيات الله معاجزين، وعملوا في النبي اللي عملوه ده كله. قال ما تستكتروش اللي انت عملتوه، انكم تتوبوا الى الله، لان بعض الرسل هقول لكم نابوا الى الله بعد ما حصلت منهم هفوة، اهم رسل وحصلت منهم ايه، اكل بيلتمس لهم ايه، يلتمس لهم العذر. فراح جايب قصة مين لكل عبد منيب، قال ولقد آتينا داود منا فضلا، وبين داود هو ايه علشان يبين لنا ايه. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قال لهم ما تخجلوش ان تنيبوا الى الله، لان سيدكم اللي انا اديته كذا وكذا وكذا اللي ما اديتوش لحد، ومع ذلك ايه خر راكعا وايه، اكنه بيعمل لهم ايه، بيحننهم عشان يرجعوا الى احضان ايه، احضان ربهم. وهناك برضو داود اللي قال انا عايز ملك لا ينبغي لاحد من قبل سليمان، داود قال كده وسليمان قال كده، قال ايه هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعد، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. برضو
لما سخر له كذا وعمل له كذا ده في نفسه شوية كده قام قاعد على الكرسي ولما قال كل حاجة يعني مستجيبة له قال ألقينا على كرسيه جسدا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. كلمة جسد يعني ما يقدرش يتحرك في ذاته. انت بتتحرك في الريح وتتحرك في الحيوانات وتتحرك في الجن انا ما تقدرش تتحرك في نفسك. لما اسلب منك الخصوصية ما تقدرش تتحرك في نفسك. خلاص كده قال ايه فلقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال ايه مش رب طالب المغفرة من الله؟ يبقى إذن ذلك يقال إن سيدنا سليمان وهو راكب البساط عجبه إن البساط كده يعني ماشي فيعني حصل له شوية كده فالبساط راح إيه؟ مميل له كده وساعة ما يميل يعني معناه هيوقعه. قال له اعتدل يا بساط. قال له لا أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. حكاية أنت مش عاملني أنت مش اللي جايبنا أنت. نعم نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا. آتينا داود منا فضلا. الفضل هو الأمر الزائد. صحيح اداله حاجات ما اداهاش لكثير من الرسل. يبقى اداله الاصطفاء واداله المنهج واداله كل حاجة وايه؟ واداله حاجة ايه؟ زائدة. اللي هي أول حاجة فيها وألنا له الحديد ايه؟ نعمل سابغة. ولقد آتينا داود منا. كلمة منا دي اوعى تفتكر لها من ذاتك. منا. ولذلك قلنا الكلام ده في منا ده ايه حينما البحر رمى بصندوق موسى عند فرعون وبعدين راحوا فاتحين لقوا ولد وهم بيقتلوا الاولاد عشان شوف الغباء. انت بتقتل الاولاد وجايلك ولد لحدك يعني تقوم الست يعني تقول ده قرة عين لي ولك. وانت بقى اما ان كنت مقتنع بان قرة عين صحيحة فربيه يبقى كويس يبقى انتوا الاثنين حصل لكم غش. وان كنت انت مش قادر تعارضه مع انك انت بتقتل الاولاد تبقى الرجولة بتاعتك نقصة ما تدعيش انك اله. فقال له يا موسى افتكر كويس انني فرعون اللي عمال يقتل وديتك له فهو اللي حافظ على حياتك. خلاص انجيناك من المتلف. ويقتل لا يقود يا ربي لان القتل معناها ازهاق الايه الحياة والتربية معناها تربيب الحياة. شوف بالعكس ما تفتكرش انك انت كان شكلك جميل قوي بحيث انك انت الولية لما شافتك قالت يا سلام ده يبقى ابن حلو ده قوي. انت كنت اسمر شعرك اكرت مناخيرك كبيرة وبقك مش عارف ايه ما فيش فيك يعني الشيء اللي يلفت. ولذلك شوف بقى وألقيت عليك محبة مني مش من مدرب اهي مني دي هي اللي بقى. ولقد آتينا داود منا فضلا. ايه قال ايه الفضل اللي ما حدش خده ده فضل كان بيئت الناس كلها نعم وبيئت الرسل نعم متميزة بالمعجزات والأمور وانت خدت اكتر. ايه الفضل يا جبال أوبي معه. يا جبال أنا أعطيني الجبال أوبي يعني إيه رجعي. طب ترجع معه إيه يبقى هو حيقول حاجة وهي ترجع وياه. يبقى لا يمكن أن يقول وترجع إلا إذا فيهم هي بتقول إيه وهو وهي فيه بتقول إيه. يبقى عارف لغة الجبال ولا بعرف. يا جبال أوبي معه. ودي قلنا فيها لما قلنا وإن من شيء إلا ولكن لا تبقى. إن قال العلماء إنما يسبحون بدلالة الحال على القادر العظيم نقول لا حكم الله أنك لا تفقهها. وما دام حكم أنك لا تفقهها ما تقولش ده تسبيح الدلالة. تسبيح الدلالة ده يقولها الرجل اللي مستعظم من الجبل يبقى له كلام ويبقى له تفاهم وله كلام معاك. ده له كلام مع من خلقه. ألا يعلم من خلق؟ كلام مع من خلقه. تمالك انت ايه دخلك انت فيه؟
انت ايه اللي ده؟ طيب يبقى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يرد على من يقول ان التسبيح كان تسبيح دلالة على الواحد الاحد، يقول لي لان ربنا حكم بانك لا تفقهه وقد فقهته، تبقى مش ويانا بقى خلاص، خدها على ان له كلام وله تسبيح. ويسبح الرعد بحمده والملائكة، قال يجيب الرعد اللي هو بنسميه جماد وبعدين يجيب الملائكة اللي هم، قال لا تبقى لازم مشتركين في فعل واحد، ما قالش ويسبح الرعد بحمده ويسبح الملائكة، يبقى تسبيح الملائكة له شيء وتسبيح الرعد بجابهم في فعل واحد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يبقى لازم يكون ايه؟ طب بقى الملائكة تسبيح دلالة يا سيدي، طب انا ما سمعتش الملائكة انها بتسبح، تبقى اين وجه الدلالة فيها على الحمد؟ يبقى لازم تسبيح يعني تسبيح. طب وليه احنا قلنا بقى في الهدهد وقلنا في النملة وقلنا في كل المن؟ ولقد آتينا داود منا فضلا، الفضل ايه؟ يا جبال أوبي معه. فعزم داود انه ايه؟ انه فيهم لغة الجبال والتسبيح بتاعه، وخلى تسبيحه يوافق ايه؟ تسبيحها. يعني عملوا ايه؟ سموه ايه؟ عملوا كرس. كرس. يا جبال أوبي معه والطيرة، وقلنا برضو يا طير أوب معه، وألمنا له الحديد. إذا قال الله عدة أشياء ثم حدث في الواقع أنه صدق في واحدة، ألا أصدقه في الأخرى؟ طب ألم الحديد صحيح وشاف الحديد وجاب وعمل، تبقى له أنا بقولش بقى ألمنا له الحديد. واحد يقول لك ألم يعني علمه من النار تجيب الحديد، النار تجيب الحديد وتجعله مية، قال لا. طب ودي تبقى ايه فيها اللي يعني؟ ده لازم الحديد بنفسه بقى زي الشمح، زي طينة الصلصال اللي بياخدوها اولاد المدارس ويقعدوا يشكلوا منها اللي ايه. وألمنا له الحديد ان اعمل صابغات. الحديد بقى الله له فيه ميزات متعددة. لما ربنا تكلم عن الرسل، اتكلم عن موسى واتكلم عن عيسى واتكلم عن الرسل في سورة الحديد، قال ايه؟ جاب في انزال الرسل، جاب وانزلنا زي ما انزل كتب. والانزال يتطلب جهة العلو، والكتب جاء من العالي والحديد بيجي من الارض، يبقى وانزلنا الحديد يبقى خد خاصية ايه؟ خاصية العلو. اقرأ الآية بقى، وانزلنا الحديد فيه ايه؟ منافع للناس سلما، وايه كمان؟ وفيه بأس شديد. كل حاجة فيها بأس بتتخذ من مين؟ من بس على درجات بقى، صلب ولا مش صلب ولا مش عارف ايه بتاع درجات. هات الآية بقى، قال لك علشان الرسل ينطقوا للمهتدي ويسمعهم، والحديد يجيب الايه؟ العاصي، نعمل حرب ونقطعه، مش كده؟ وليعلم الله من ينصره. في مين الكلام ده؟ في ايه؟ في الحديد. سيدنا داود اتاه الله ديا ودي، والمنا له الايه؟ الحديد. عشان نعمل ايه؟ ما قالناش نعمل منه فاس، لان دي هتنفعه، هتبقى للارض شرشره، يعمل محشه، يعمل مش عارف محرات، يعمل نعمل صابغات. يا اول ما يعلموا الحديد ولينونه ونعمل صابغات، والصابغات دي وسيله ايه؟ ده عده حرب. عده الصابغات هي الدروع، وهم يلبسوا على مظان الفتك اللي هو الصدر، لان الصدر هنا فيه الايه؟ القلب، وفيها الرئتين، من الوضعك يحافظوا ايه؟ يحافظوا على الصدر دي، ويعملوا الدروع دي. كان الدروع قبله تنعمل صفائح ملساء، وان لما يجي عليها السيف يتحرك. فقال له لا، قدر في السرد، عملها حلق، ووضع بالحلق وشبكه ببعضه عشان لما السيف يجي ما يتزحلقش عن الضريبة. عادة الدروع بتبقى على الصدر، قال له احتط شوية وخلها سابغة
يعني تم دلها شوية كده. كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرمه وجهه الدلع بتاعه ملوش ضهر. فقالوا ألا تتخذ لدلعك زهرا؟ قال سكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. وأنا أمكنه من ظهري؟ ما أمكنوش من ظهري أبدا. هنعمل سابغات. سابغات يعني إيه؟ بيقول لك أسبغ الوضوء يعني إيه؟ تممه ووسع دايرته. ساعات نقول لك للمية ما تجيبش لحد هنا، خدها شوية كده زودها شوية. ضوء صدرات يعني تامات عشان تعمل وقاية مين؟ للجسم. فكأنه علمه أول ما علمه مش وسيلة السلم، وسيلة الحرب. ليه؟ علشان نعد لمن ينقض كلمة الله ومنهجه، نعد له ما استطعنا من ايه؟ ما استطعنا من قوة. أن نعمل سابغات. وقدر في السرد. يقدر في السرد، يقدر يعني اعملها بايه؟ بتقدير دقيق. في السرد يعني في النسيج. اللي لما يقول لك السرد الحلق اللي معمول منه الدرع بيبقى فيه خروق عشان نعمله بمسامير. قال لك ما تخليش الخروق واسع عشان المسمار ما يلقش. ما تخليش ضيق عشان المسمار ينكسر. قدرها يعني اعملها بايه؟ اعملها بقدر. ناس قال لك لا يا شيخ، وقدر في السرد، والسرد هو النسيج. قدر يعني خد على قدر ما تحب ما تريد، ما تعملهاش شغله. قال لك لان دي لها قصه. سيدنا داوود كان بياكل من بيت المال لانه متولي امور الناس وياكل من بيت المال. فانزل الله ملكا في صوره رجل، وبعدين خلى ناس تساله كيف يعيش داوود؟ قال فيه خصال كثيرة جميلة، وليس فيه إلا أنه يأكل من بيت مال المؤمنين. فلما بلغ داود زعل وعيط، قال يا رب ليه جعلت فيه الحكة دي؟ فعلمه صناعة الدرع، يعمل الدرع ب4000 ويعيش منه لحد ما يخلص يعمله. وبعدين قال له انت مش تقعد بقى تعمل الدرع وتعملها شغلانة. وقدر في السرد، قدر فرب على قدر الحاجة. وبعدين يعملوا آل داود ايه؟ شكر. نعم. ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. الخطب نبي ويقول له لاحظ رد بالك ان انا طلبت منك ان تعمل، ولكن لاحظ ان انت اللي بتعمله انا قاعد ايه بشوف عملك. الله بيقول للنبي اللي مطلوب انه مأمون على التصرف، فما بالك احنا بقى؟ قال لك ده يلاحظ ان الانسان اذا عمل عملا لمن يراه يقعد بقى ايه يتقنه بقى ويوضبه، واذا بقى داير وشه ايه يكلفت بقى ويعمله. قال ايه رد بالك انني ايه انني بصير. معنى بصير يعني ايه؟ انني شايف العمل بتاعك، فاعمل على ان شايفك. وإن كنت بقى تغشيني وأنا شايفك لما جعلتموني أهوان الناظرين إليكم؟ ده لو أنت بتعمل عمل لأي واحد وشايفك بتعمل ما تقدرش تغشه، تبقى اشمعنى أنا؟ يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهوان الناظرين إليكم؟ وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا أمر مين؟ أمر داود باختصار يعني، وإن كان له قصص طويلة ثانية. ولسليمان الريح. الله. أتينا داود فضل، قلنا يا جبال أومي معه، وعملنا لسليمان إيه؟ سخرنا له الإيه؟ الريح. إحنا قلنا كلمة الريح إذا لقيتها مفردة اعلم انها من جنس التعذيب، وان رايتها مجموعه رياح فاعلم انها من الرحمه. مثلا الرياح، ربنا يرسل الرياح ايه؟ لواقح. الرياح
لكن لما جه في ريح قال لك الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. يبقى ريح لما تيجي لوحدها يقولنا دي ان علم الكون يسندها. ليه؟ قال لك لان معنى رياح لو كان جاء من جهة واحدة تبقى ريح واحدة بس قوية، انما معنى رياح انها تتلاقى بتتقابل، دي جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده. قلنا ان الرياح حين تتقابل على الاشياء ده الذي يثبت الاشياء في مواضعها، بدليل ان الرياح لو جه من ناحية واحدة اعصار يكسر الشجر. ليه؟ لان الناحية المقابلة ما فيهاش ريح تقاوم. يبقى اذا الناطحات السحاب والابراج والاشياء اللي هي مش عارف ايه والجبال دي كده ايه اللي بخليها تثبت كده مع ان الارض عمالت ايه بتدور وتلف؟ اما اللي بيخليها كده ان الرياح ايه بدليل انه لما يزم له حاجة يفرغ الهواء من ناحية، فلما يتفرغ الهواء من ناحية تروح جاء الايه الناحية التانية. فلما يكون رياح واحد هيجي من ناحية واحدة، انما رياح هيجي من ايه؟ ادي السبب في ان دي الرياح لواقع ودي الرياح الايه الرياح العقيم. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه يعني تدمر كل شيء بامر يا رب. طب هل ربنا سخر الرياح لسليمان ولا سخر الرياح؟ وهل الريح عند سليمان دي من الله؟ قال لك نعم، لان الريح دي ادت سليمان عزة لا يقوى احد مطلقا ان يكون، ولذلك ده الوحيد اللي ما عندش حرب ما حاربش ولا عمل اي حاجه، حد واخد ملك ونبوه الملك سند ما حدش يقدر يتنفس. عشان يقول لك انا لما عاوز المؤمنين كلهم يؤمنوا اجيب واحد ايه ملك يحملهم على انه يؤمن، مش عايز كده، لاني لا اريد قوالب وانما اريد قلوب. مش عايز قوالب، انا عايز ايه قلوب. ولذلك لعلك باخر نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق ولا عايز قلب، عايز يجيني بقلبه، انا عايز يجيني وهو يقدر انه ما يجينيش. ادي العظمه بتاعت الاله. نعم. ولذلك قالوا الرياح ما سخرتش لسليمان كلها، ده ريح مخصوص هو اللي له، يعني وظف حتة من الرياح عند ايه؟ عند سليمان. مش كل الرياح يقولك على الرياح، لا حاجة مخصوصة كده. ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها ايه؟ شهر. يعني كده الغدو اللي يسير اول النهار والرواح تسير الايه؟ الاخر النهار. غدوها شهر ورواحها ايه؟ واسلنا له عين القطر. زي ما ألمنا لابوه الحديد جينا لحاجة ثانية اسمها النحاس. النحاس أسال الله فبقى زي الايه زي الحبر زي الله، بقى دوك ألم له الحديد وده ألم له الايه ألم له النحاس. وأسلنا له عين القطر، ولذلك هناك في القضية بتاعت السدين آتوني أفرغ عليه ايه قطرا، يعني نحاسا ايه نحاسا مزابة. وأسلنا له عين القطر. وحاجة ثانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمة بإذن ربه، مش من عندك يا سليمان، إنما من الله. الله من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، مش عن أمره، لا يزال الأمر في إذنه. الله ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يبقى هو حريته في ان اللي يعملوه، انما في حرية العمل امرنا احنا، نقدر نقول لهم كلمه وكلمه. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلق على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده، او يطلق على
المكان اللي اتخذوه الناس عشان العبادة. دخل عليها زكريا الايه؟ المحراب، الحتة اللي قاعدة فيها تتعبد ايه؟ فيها. يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل. احنا عارفين التماثيل اللي هي صور الاشياء الحيوانات والبلاد. قال لك ايه الحكاية بتاع التماثيل دي يعملون؟ ألم تمن الله على نبيه بأنه خلى الجن تعمل له تماثيل؟ بالتماثيل أمرها معروف عندنا وبنكترها وبنحطمها. قال لك لا، إنما حطمت بعد أن اتخذها الناس للعبادة والألوهية. إنما كانت الأول ما فيش، بل بالعكس كانت التماثيل للإذلال، لأنه كان يعمل له الكرسي بتاعه أسدين وهو قاعد فوقهم كده، الأسدين اللي هم يخوفوا مش عارف قال هو إيه، دليل على أن الوحدة حتى في خدمته. وكانوا يعملوا له مثلا القصر ويعملوا البلكونة زي يمكن شفناها قريب، يعملوا البلكونة إن فيه ناس محمية كده وشايلة البلكونة بدل المسلح ويطلع كده هو محمية كده. قال لك بيتخذ تماثيل ليه؟ ده للخدمة مش للعبادة. إنما يوم ما اتخذت للعبادة ربنا إيه؟ حرمها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة هي الأصعب اللي احنا بنعرفها دي، كالجواب يعني كالبتاع الحوض الواسع الكبير، بدليل على ايه؟ على انه هو كان بيأكل وتمل. وقدور راسيات، قدور مش محتطحطة على الكنون ونشيلها ونحطيه، ده قدور معمولة ايه؟ ثابتة، مما يدل على انها كبيرة او ما تتنقلش. ولذلك لما حدثنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مطعم، قال لك كانت رسول الله يقول كانت له جفنة قصع الطعام كنت استظل بها في اليوم القائض في مكة. يقعد يستظل تعالى، ودليل على انها ايه؟ حاجة كبيرة قوي. علشان عبد العزيز ال سعود لما جه ساحات الرياض كان عامل قدور بحيث ان توقف الجمل، الاجر ثابت الجمل يا فاتن. انا اول ما رحت مكة رحت في المبرة لقيت قدور فيه، انا وقفت فيها كده بطولي فوسعتني، بدليل على انها بتطعم كتير، بيطعم ايه؟ قدور. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لله، مش اعملوا عشان تؤتوا نفسكم، اعملوها شكرا لله على النعمة. يعني ايه؟ قال لك اوعى تعمل على قد حاجتك، لانك انت لو عملت على قد حاجتك يجي اللي ما يقدرش يعمل يعيش ازاي؟ لا، اعمل على قدر طاقتك، فما اخذته اخذته لنفسك وما بقي فاعمل ايه؟ الدين. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، اهدي فسرت لنا حكاية سيدنا عمر. سمع واحد وهم ماشي في الطريق كده يقول اللهم اجعلني من القليل. ما مش عارف القليل ايه الدعوة دي ملهاش معنى دي. قال له لانني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور فانا بدعو ان اكون منه. قال كل الناس اعلم منك يا عمر. هو قليل من عبادي الشكور. ما في ناس بتلتقط كده الايه؟ الرجل اللي ماشي في سوق البطيخ في بغداد وعمال بيبيع حاجه زي الخمير كده، زي ما كان الراجل بيعمل الخمير ده ارقصوص ويعملوا اي شراب، مش حر بقى هناك شديد، والطز اللي بيجي هناك بيبقى فظيع، فكان كل واحد شويه ياخد ايه؟ يمر عليه يقول له هات هات هات. بس فالراجل صايم سرير صايم، وبعدين مشي قام لقى واحد بيقول ايه؟ غفر الله لمن شرب مني. فراح مميل عليه كده وراء الدين يا شيخ اشرف. قام انه ايه؟ قال له يا شيخ افتكر انك صايم. قال له والله لقد رجوت دعوته. يعني يصطدوا الكلام كده ويدوا منه ايه؟ الراجل اللي كان بيسعى. الراجل بيسعى. وبعدين كان زمان المسعى ما شفتوش انتم، كان شارع وفي دكاكين وبيع وشراء وراح وناس ايه قبل ما يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار فقال يا خيار العشرة بالريال. قام واحد بيتفك قال يا سلام اذا كان الخيار عمال الاشرار يبقوا بكام؟ فالجواب وقدور واسود وعملوا آل داود شكرا. شكرا لايه؟ من نعمة. طب الشكر يعمل ايه؟ الا يزودك. اذا ايه؟ يزودك. فربنا بيعلمك ازاي عشان تزود النعمة بتاعك. او اعملوا آل داود شكرا ان اقدركم على العمل حتى تعولوا من لا يقدر على العمل. يبقى قادر اللي ايه؟ خدت في حجة شوية ناس. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ايه اللي جاب الضمير هنا هو فلما خر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم دل مين على ايه موته دلهم دل مين الجن. الجن بقى اهي جاء الجن. يبقى عاد الضمير على معلوم من السياق الاول لانهم يعملون له ما يشاء من محاربهم. فقالوا القصة ان سيدنا سليمان كان يعبد الله واقفا متكئا على عصا مش قاعد على راحته كده ويعبد يوما كاملا وليلا. وكلمة شكرا بقى على قد ما اداله بقى النعم الواسعة دي كلها. ويظل بالاسبوع وبالشهر ولا يأكل الا خشكار الخبز. شوف النعمة دي كلها ربنا مسخر له ايه ويأكل الخشكار. الخشكار اللي هي الردة العيش اللي من ردة اللي احنا كنا نسميه في الفلاحين السن ونسيب القطافة كان يسمى دي الابيض الاي ده قطافة نمرة واحد الاعيان يأكلوه والعبيد هم اللي يأكلوا الايه اللي يسيب. وبعدين تبين ان الخير كله في السن دي بدليل ان يعاش طول عمره ياكل قطايف وياكل ذيع نتو ومش عارف ايه يجي في اخر حياته يقول اوعى تقرب منه ما تاكلش الا السن. هو بيعوض عشان يخلط بقى يبقى ها ولذلك شوف بقى اذا الرده اللي احنا بنقول عليها دي دلوقتي معموله دواء عاملين عاملينها اقراص وعاملينها اواني الواحد ياخد كده معلقه من اللي مش عارف ايه ويدوبها في اللي مش عارف ايه الرده اللي احنا ايه كنا نعاش منها اذا بقى دي اللي فاتتنا في عند قول الحق سبحانه وتعالى والحبذ العصفي والى لقاء